اليوم من هذا الملعب الجميل ملعب قرية عشرة الكبير بين لقاء الشهداء ونداس الشهداء باللون الويز اللون الازرق والنداس باللون الاخضر في هذا اللقاء على مستوى المباراة في افتتاح بطولة ملعب قرية عشرة الكبير. يقود هذه المباراة طاقم التحكيم المتألف من الجميل علي صبيح، يساعد اسعد صلاح وسجاد سعيد في هذا اللقاء المميز على مستوى كرة القدم الشعبية. نبدأ بتشكيلة الفريقين في هذا اللقاء للفريق الشهداء الازرق. نعم، بقائد الفريق المميز محمد كاظم لحراسة المرمى رسول الوهيب محمد كاظم، صادق احمد، مصطفى حبيب، عبد الرحمن سعد، حمزه حسين، مصطفى علي، عامر حيدر، وحسين علي، وزين العابدين، ومرتضى علي. فريق النداسه في هذا اللقاء المميز على مستوى كره القدم الشعبيه ما بين هذان الفريقان المميزان الرائعان. الراعي من كابتن العزيز عباس الاهلاوي نجم القيثاره الخضراء السابق ولاعب المنتخبات الوطنيه السابق، وايضا الترحيب بالكابتن صفاء عدنان الحاضر في هذا اللقاء المميز، وايضا الترحيب بالسيد العبيد طالب عبد الخصيب نائب رئيس نادي بسمايا في هذا اللقاء. كره ايران هدفيه الى مصلحة مصطفى علي. مصطفى كراتي الثالثة في هذا اللقاء وفي هذه الدقائق الاربعة. محمد كاظم على تنفيذ هذه الكرة قائد الفريق في اللقاء. محمد كاظم تنفيذ هذا الكرة لكن الى الخارج. عامر حيدر في اللقاء بدون اهداف قال ما بين الفريقين. الكرة الان ترسل لوسط الملعب لتعود من جديد الى ابناء الفريق المميز فريق الازرق في هذا اللقاء. مرة اخرى يحاولون ان يهول على مستوى كرة القدم الشعبية. نعم، كرة القدم الشعبية الحاضرة في هذا اللقاء لها حلاوة ولها طعم على مستوى المباريات. مرة اخرى تعود جهة يسار ترسل دون عنوان، عادت الى الكرة الى جهة اليمين هي عن طريق سيان علي. سيان علي ابو علي في اللقاء تعود الى الكرة عند جهة اليسار مرة اخرى استلامها عن طريق اللاعب المميز بالفريق الاغلب الى زميله حمزة حسين عند المميز حسين علي. حاول الان من جهة اليمين حسين حاول ان يلعب الكرة عند اليسار كرة الماضية عامر حيدر قطعت تعود الان الكرة عند اللاعب في اللقطة الماضية الى خطأ الى خطأ. كرة الماضية عشرة دقائق يا عزيزي ولا زال اللقاء التعادل السلبي قائم بين الفريقين. هل نرى الاهداف؟ هل نرى الهدف الاول في اللقاء وعلى مستوى المباراة؟ تعود الان الكرة عند جهة اليسار عادت مرة أخرى ترسل تبعد من المدافعين عند عامر حيدر مرة أخرى إلى اليسار تعود إلى مصلحة الفريق المميز فريق الأخضر. حاول الأخضر جهة اليمين خطأ في اللقطة الماضية تابع مرة أخرى عند جهة اليمين هي ترسل الكرة في اللقطة تسدد ولكن إلى الخارج. هدف تنقصها الإثارة إلى هذا الأداء عامر حيدر التسديد كوم كوم كوم. قلت لكم الشهداء يأتون بالحل في هذا اللقاء. نعم عن طريق جميل والمميز واللعيب اللاعب زين العابدين اللي أتى بالحل في اللقاء. زين العابدين نعم من جهة اليسار سدد وجولا للشهداء في هذا اللقاء. الشهداء أفضل في المباراة في اللقاء على مستوى الهدف وعلى مستوى اللقاء. رائعين الشهداء بأدائهم الجميل وأدائهم المميز في هذا اللقاء. نعم بالقائمة
الترتيب الرابية الجميل المميز اللاعب منذ الساعة الثالثة وهو في الملعب ينتظرهم في اللقاء والآن عادت الآن هي تعود جهة اليمين مرة أخرى والآن ترسل هي للحل في اللقاء عادت الآن سيان مبارك أبو علي عاد إلى جميل المدافع إلى وسط الملعب جديد تعود الآن الكرة إلى مصلحة الأفضل عند اللاعب جلال اسماعيل مرتضى علي امبابي يلقبونك يا عامر حيدر عامر حيدر امبابي وراء الله حبوش وجلال اسماعيل جلال وحبوش على تنفيذ رأي الكرة امام نظرة رسول وهي ترسل الله جميلة هيا جول جول خطأ من الحارس فادح فادح في هذا اللقاء الحارس يخطأ رسول وهي في هذه المباراة عن طريق جميل اللعيب وما ادراك ما اللعيب اللي استغل الهدف واستغل نقطة الحارس وعدم امساكه بالكرة عدم الامساك بالاحكام في هذا اللقاء لفريق النجار سيأتي الحل وبفرصة واحدة وبهدف جميل عن طريق عبد الله متعب تعبهم عبد الله في هذه الكرة عبد الله متعب يتعب فريق عادل الذي أتى من خطأ من الحارس رسول أهيب رسول أهيب يخطأ نعم بخطأ لا يختبر في كرة القدم ما يختبر هذا الكرة الماضية تعدلت الكفة وعادت الوراء إلى نقطة البداية إلى نقطة جميلة مباراة مميزة ما بين الفريقين على مستوى اللقاء وعلى مستوى الدقائق الرائعة دقائق اللقاء التي توحي بخبر سار لعله يأتي في اللقاء للفريق الشهداء أم للنداسة ولكن نقطة المباراة عادت للتوازن مرة عادت للتوازن مرة أخرى في لقاء كرة القدم جميل رائعين في المباراة الثالثة لكن نأتيهم نصف ساعة والمباراة بدأت تحريك السنتر نعم في ماذا الساعة الرابعة نعم وقت الفعلي بدأ بالساعة الرابعة كل الآن هي من جديد تعود هذا جول الله تألق تألق في هذه الكرة رسول أهيب يكفر عن ذنبه في كرة عبد الله متعب نعم يلقى النداسة النداسة والكرات السابقة في اللقاء التي من على سكر دلفي الراعي لهذه البطولة طولة ملعب قرية عشر الكبير افتح هذا الملعب نعم ملعب المميز هل تستغل الهجمات المرتدة كرة السابقة لكن سهلة ما للهدف هذا الهدف الله مرور ملعب الكرة العرضية التغطية الابعاد هي اللقطة مصطفى علي الركنية في هذا اللقاء في هذا الملعب ملعب قرية عشر الكبير بهذا الافتتاح المميز على مستوى 35 خمسة دقائق تزيد الله يا بهاء شتيجن يا بهاء شتيجن الشهداء في هذه الكرة لديه الأخبار السارة لديه الأحلام في هذه الكرة مرة أخرى ولكن إلى الخارج جديد نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف في هذا اللقاء صراحة قصيرة من عينكم مرة نعم محبة المشاهدين والمتابعين من جديد لقاءاتنا مستمرة أنا وإياكم نرحب بالرياضي المميز في مجمع بسمية الكبير الكابتن عباس إعلاوي في افتتاح ملعب قرية عشرة الكبير أهلا وسهلا بك في هذا المحفل الكروي الكبير أهلا وسهلا بك كابتن نهاد وأنا بارك أهالي قرية عشرة هذا الملعب
وان شاء الله سياده النائب على سكر عندنا مشروع أن يحاول يسوي عشب صناعي او ثيل طبيعي. تعرف الشباب هنا منطقه محصوره ويحتاج لهم يعني اماكن ترفيهيه، فمشكوره جهود القائمين على هذا المشروع، وهذه البطوله ان شاء الله تكون فاتحه خير على المنطقه ان شاء الله. صح لسانك الطيب، وانا سعيد بهذا اللقاء. انا سعيد بك، اشكرك. اذا نسم في المباراه ما بين الفريقين. نعم كرة الماضية حين الحكم بداية للشوط الثاني بهذا اللقاء علي صبيحي. الريد هندسة محمد كاظم في هذا اللقاء، لكن إلى الخارج طبعا، إلى الخارج. علي أكرم علاوي أكرم، نعم علاوي أكرم في اللقاء تخرج. نعم ساعة الخامسة والنصف ينتهي كل شيء. كرة إلى هي مجمين علي أكرم يخرج الآن كيجين. حلهم الآن في المباراة مستوى اللقاءات. حبوش حبوش جهة اليسار عند أبو علاوي سير مبارك. الله على العرضية، عرضية بالثاني، لكن تعود من جديد يا أبناء النداسة. النداسة هذا الجول، لا هي راية والتسلل. نعم اللقطة الماضية، كرة السابقة لا لكرة الرسول، وهي في الكرة الماضية. كل التحيين بالأخوة الكباتن في رئاسة لجنة ناحية الوحدة المتمثلة بالأخ العزيز الكابتن فرقد الكعبي والكابتن العزيز المميز علي الدراجي والأخ العزيز الكابتن منير الكناني بحضورهم المباراة الافتتاحية لبطولة ملعب كولر. هي التنفيذ جهة اليسار بعد مرة أخرى التسديد. هذه الأهداف وهذه الأخطاء. مرة ترفع 27 دقيقة. تعود جهة اليمين وسط الملعب، عادت الآن الكرة إلى مصلحة من فيهم. والآن وما كلمة الآن رسول هيب مرة أخرى عادت الآن للنداسة. خطيرين نداسة، نداسة خطيرين من لقاب الهجمات. شهداء مرة أخرى جهة اليمين، كرة الماضي للنداسة جديد. نداسة يبحث الآن ترسل يسارا بعد مرة أخرى الشهداء. ولقاء مرة أخرى الجديد تعود الشهداء، الشهداء والدمائق الأخيرة إلى خطر إلى خطر. يقولهم نعم الصعود 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 بهذا اللقاء قاتل. نعم لفريق وأحلام الشهداء. الآن جديد عند جهة اليمين مرة أخرى يا مصلحة ويكسر الجمهور. بوس 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 بوس